ليلى. نعم. 12 سؤال، كل سؤال بثلاث إجابات خلال 7 ثواني. نسمع التكي من أبو عدنان. أيوة أبو عدنان هذا من عنا. ها يلا ليلى. نعم. 3 خطوط حمر بحياتك. كرامتي، حريتي، الكذب علي. ما بسمح حدا يكذب علي. حس حالي فيلم عربي بس ماشي الحال. والله أعطني حريتي. والله يدي. لا لا لا, لا, لا ريام كفارنا. أسوأ 3 شغلات فيك. مزاجيتي، عصبيتي، واتكالي على الآخرين. حلو. ليلى، 3 شغلات بتكرهية بحياتك. فيني أنا شخصي يعني. فيني أنا لكان 3 شغلات تكرهية بحياتك فيكي. هي فعلاً إنه قلبي كتير طيب لدرجة غلط. وشغلة تانية خسرتي. كلا كملي. يعني إنه أنا بس بدون نقط، ما بتحسبوا للنقط لأنه خلص زمر الوقت. ما بحب طيبتي زيادة، وإنه أنا صادقة زيادة عن اللزوم، وإنه أنا كتير بعصب لما قال بكتشف إنه الناس يعني بتكذب. يعني قال تنصدمي. قال بنصدم. ريام، 3 أحلام تتمني تحققيها. يعني الحلم المهني والأمومة، وإني أفتح مركز للأطفال المشردين. حلو. ليلى، 3 شغلات تتمني تنتهي من الحياة. الظلم، الكذب، النفاق، الحقد. صاروا 4 هذو. يعني مشان زياده. بس يعني انت عم تبحثي عن المثاليات، الدنيا مش المدينه الافلاطونيه يا حبيبي. بس يعني ما ليش اذا حواليك كان كم حدا بس يعني صنفه صن ما يكذبوا عليك عادي بتلاقيها. طيب. ريام، 3 امور اتعبتك بهالحياه. احساسي بالاخرين، يعني بزعل على الناس اللي وضعها سيء، و اتعبني كمان مزاجيتي. كملي. مزاجيتي عن بتتعبني، وألمة بتتعبني، بخاف عليها. بتخافي عليها؟ ألمة هي أختها طبعا الكبيرة. ليلى، أصعب 3 أمور مريتي فيها. وفاة أبي، ووفاة أمي، وبعد طارق عني. ريام، أسوأ 3 أمور ممكن تكون بالرجل بشكل عام. البخل، الخفة، والكذب. كل شيء طلع معنا سألناهم أسوأ 3 أمور يقول لك البخل، وأفضل 3 أمور الكرم. ما شاء الله. إيه، لأنه إذا بخيل 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 بكل شيء بيكون. صح. يعني طيب. صح. ليلى، 3 أحلام مؤجلة شو هي؟ إني أعيش مع عائلتي بأسرة مع بعضنا قراب، وإني أحقق حلمي بشغلي، وإني أرجع للوطن ويكون وطني يرجع مثل ما كان. ريام، 3 صفات لازم تتواجد بعريس المستقبل. الكرم، الوزان، والصدق. طيب ليلى، أكبر 3 غلطات غلطتيهم بحياتك. يمكن لما اعتذرت عن فيلم الكومبارس، ويمكن لما أنه عملت شغلات كثير أحيان بدون ما أكون بدي، يعني غصبا عني لأجل الآخرين. كملي. خسرتي. كملي. ليش كله يمكن؟ ليش عم تزمروا؟ عم بيكره هيك وائل حبار. في حدا كأنه متحطط عليه اليوم. وائل. يا وائل. يا وائل، لماذا؟ زمروا خلاص. شايفي؟ عم جاكرني. بجاكرك. يعني ايه هدول خلاص. طيب.